Mimbertube. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الخير خطايا وخطاكم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سر متقابلين، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. عباد الله، ولا نزال نتكلم تحت العنوان الذي بدأناه بجمرنا ورئس سريارنا النقنية لن إن شاء الله ورك أمو سطوتا الله سبحانه وتعالى يستن تلقو سطوتا وندما ما تنت لالله بلو موادد دي الله عندمهن سلمي لو نقري يارنا سلمي تيميا ستن نبر بالفو ويبروغرامات تنقزي. ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة تنش جزي ينور نبر تنش ساعات وينبلغمو تنش آمتاتن ينور سون قن بتعم بزو تلق نقر سرطو اللفن من هالبات يسو تاريخ بتعم رجمنا بزونو قن لزاري وينبلغمو لآهونو لبروغراماتين يهون لنا البنان يحسنون عندو ناقصن الملكة. عباد الله، بجزي ولاي خلاف نبر، مسألة عقدية ربما يكون، أو ربما مسألة فقهية اجتهادية، يا فقه مسألة ميهون، يا عقدية مسألة ميهون، بتلاقيه انتروج خلاف نبرنا مسمامات هذا تعلم نبر، بنبرو تعلموش معكلنا، ابن تيمية النبي بابن تيمية درسوش معكل وفا. عباد الله، ميجرم نجر تكسد، ابن تيمية كلتات عندك أستجرة، يسوي ديننا بلاش، بلو كسوتي ليلان ليلا. فرقة ميكاترو وين رقمو ليلا بودن وقانيو تيهون تسووش ابن تيميان لنا دبدبو يقبال أنا لك أم مالونا وصل. هذا ابن تيميان دينا نمي أستمر، قرآن نمي أستمر، بعبادة قزيون نمي أسالف، بزو قزيون دوم مصر بيجوش تأسالف جيقنا صلو. انك ديهوس كان دبدبن والونا تسمامونا كيشابو هالا عندك أنسو يشاسك دور بيجو سيقبا يبالا دبدبت مدبدبون يبن تيميا درسوش سمو إن ابن القيم الجوزي تلالك درسوش شالوت النزي درسوش سمو بمنم تأمر عن لكم شيخاتين اللي دبدبوا شيخاتين النزي هذا الرقون بمنم تأمر عن لكم بلو وصلوا النات نسو كذا يبن تيميا سمرتو نونو على شو من دنو إن انت نانت نانت دبدبوا هرل عن لك أشو من أقباتو نانت. سبحان الله العظيم، شوفوا إلى عقل العالم، يا عالم عقل منو قارن ده اللقيو. سبحان الله العظيم، عقلاء أوج حكماء أوج انديث نقروتين دمي مزن يهونا الله سبحانه وتعالى بمكلاتين ياسكمتو اسلمنا لا إله إلا الله ميبال نقر فاليو قدرو كمنم نقر براي ودن دهونا ود سطوتان دهونا يا ملاكتنا لابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة الله سبحانه. من يدرق لابن تيمية تو أجال ما تدبدباتشون لمن أن ندبدباتشون النسوكو مأجورين بضرب يعني ما نمسوري ناقروا وما يجلوا نقر النزا سووش نين بمدبدباتشو النزا سووش نين عذاب مدرقاتشو الله سبحانه وتعالى أجر صواب لي سفل الله تشو يجلا. يا الله، اندي تبلونو سوصو اندبدبو أجر مي سافل لت اندي تبلونو اندزي مدرقو يا ابن تيمية يا شيخ الإسلام اندي تنو اندزي مدرقو ابن تيمية يا سفي عقل الله ستوتان من بلوم اللي سلاتشو النسو كوني سيدة بدبون يسوي ديننا يابلاشنا ديننا وده منقر النمر اللي سالن أسلمنا الناس تخاكل اللي بلونوني سيدة بدبون النسو اندازي سلا درقو بسلمنا أسلمنا انداي بلاش بتيني شو عقلاتيو أسلمنا انداي بلاش سووش أسلمنا وديتم انداي بوش عجقوت هلوم بي راسو بي فكرة انداي نداو بشيخوش عجل الله يتمرنو انتتو عدس نقر عمد قابن بلو عدس دبراونو باچونو عند زيادة الرقونينا النسو عند الزواب مادرقاتشو الله أجري لي سفل الله تشويكي لالإله سبحان الله لالإله كل الله جنب منناوكو عكيدة الواسطية بالتسنيو كتابو لاي دقمو مي قرم نقرينا قرال بي تيميو عند سو إله سبحان الله لالإله عند سو بجتهاد مكنيات
ዲል ላይ የሆነ ተጨማሪ ነገር የሚያመጣ ከሆነ ሰውየው በሁለት አንግል እናየዋለን ይላል። አንደኛ ربما يكون يصيب ትክክለኛ ነገር ይናገራል በእጅtihad ትክክለኛ ነገር ይናገራል። ትክክለኛ ነገር ሲናገር አላህ ሁለት ሷብ ይሰጣዋል። ለእጅtihadም አላህ ሷብ ይሰጣዋል። ትክክለኛውን ለተናገረውንም ነገር አላህ Subhanahu Ta'ala ሷብ ይሰጣዋል። واما اذا كان مجتهدا فاخطا مجتهد ሆኖ ደግሞ خطاውስ ከገባ ስህተቱስ ከገባ ይሄ ሰውዬ አላህ Subhanahu Ta'ala አንድ አጅር ይጽፍለታል ይላል ቢቲሚያ የራሱ kitab عقيد الوسط የሚባለው kitabችን ሁላችንም የቀራነው kitab ላይ ነው። አላህ Subhanahu Ta'ala የተሳሳተበትን ሳይሆን ያ ሰውዬው ኢጅቲሃድ ያደረገበትን ሷብ አላህ Subhanahu Ta'ala ይጽፍለታል ይላል ኢባደላህ። ነገሮችን መለስ ብለን ስናይ خلاف እንኳን ቢኖር ጭቅጭቅ እንኳን ቢኖር አይደለም ላልተረጋገጠ ወሬ አይደለም እውነት ላልሆነ ነገር የተረጋገጠ ነገር እውነት እንኳን ቢኖር ረሱል ሰለላም እንደዚህ ነበር ሲያስተምሩ የነበሩት ኹለፋዎች እንደዚህ ነበር ሲያስተምሩ የነበሩት ከዛ ቀጥሎ ጥሩ ሰለፎቻችን ምንከተላቸው ዑለማዎቻችን እንደዚህ ነበር ሲያደርጉ የነበሩት ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ረሂመሁ ወሲያ ተመሳሳይ ነገር ይደግማሉ። እነ አህመድ ኢብኑ ሐንበልና احمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه ميغرم تاريخ علاچو بوندماماچنت لا بمچاچا لا بمواادد لا سبحان الله العظيم اراتو يا اراتو مذهب علماء يا اراتو مذهب ائمه تتلمذ بعضهم على بعض الى قماشوچاچو بقماشوچاچو لا يتمو انذي قماشوچاچو لا بقماشوچاچو لا يتماروت اندو باندو لا يتماروت بيونو يعني ياستاسم ليونت نبر حتى ياندو مدرسه ياندو مدرسه تماري ياندو مدرسه تماري لغدياس كميفلكو درس ياندو مدرسه تماري كاندو مدرسه تماري سيت اسكم ما يغبا درس يتدارسوبت هنيتا نبر اندزيم هونو كن ائماوچ اندو لاندو احترام نبر اندو كاندو مسجد اوتو داندو مسجد هيدو اندنياو بتام بزو بميبزوبت بوتا لاي سيسجد كاندنياو جيرباو يسجد ينزينياوچون مذهب نبر ميكتل سبحان الله ይህን ያህል መቻቻል ነበር በመታብ ላይ በፊቅህ ላይ ይህን ያህል መቻቻል ነበር ይህን ያህል መዋደድ ነበር ኢባደላህ። አህመድ ኢብኑ ኢድሪስ ኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላሁ ተዓላ ረህመተ ዋሲዓ እና ኢማሙ አህመድ የነበራቸው አላቃ የነበራቸው ሪሌሽን የነበራቸው መዋደድ ዛሬ ለታሪክ ለሙስሊሙ ኡማ ለዓለም والله ተምሳሌት የሚሆን ነገር ነው። ወላኪን እነሱ የኛ ናቸው ሙስሊሞች ናቸው የረሱል ሰለላም ሐዲስ ዲኑ እንደዛ ይቀርጻቸው። هذا الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه يا امام احمد شيخانو استاذونو ያስተማረው ዓሊሙ ይሄደ ይዘይራዋል ይላሉ። ከዛ ደረሶቹ የኢማም ሻፊዒ ደረሶች ኢማም ሻፊዒን ያ ሼኽና ማለከ ተዙሩ وانت اكبر منه سنا وعلما انت بعلم يبلدكو بوقتም በእድሜም ይበልጥከው እንዴት ብለህ ነው እሱን የምትዘይረው ይሉታል ሱብሃንአላሂ አልዓዚም። ኢማሙ ሻፊዒ ምን ብሎ ነበር የሚመልሰው ለዚህ ለሚወደው ወልደሙ ለሚወደው ተማሪው ምን ብሎ ነበር የሚመልሰው እንደዚህ ብሎ ሲጠይቁት والله لا ان زرته فلفضله وان زارني فلفضله والفضل في كلا الحالتين لا تغادر المنزل الا ان يعن نبر يوادبته እኔ ሂጂ የምዘይረው ከሆነ እሱ ክብር ስላለው እሱ መጥቶ ይዘይረኝ ከሆነ እሱ ክብር ስላለው ነው። والفضل في كلا الحالتين لا تغادر المنزل እኔ ሄጄ ከሄድኩ ሄጄ ከዘይርኩትም እሱ መጥቶ ከዘይረኝም ክብር ቦታው ላይ ለውጥም ክብር በሁለቱም በኩል ለሱ ይላል ሱብሃንአላህ ይላል። ያስቀራው ከእድሜም በሱ በእድሜም እሱ የሚበልጠውን ሰውዬ በእውቀትም የሚበልጠውን ሰውዬ ይሄዱ ይዘይረው ስለይቁት ደግሞ እንደዚህ አይነት መልስ ይመልሳል። ይሄን ያህል ይዋደዱ ይሄን ያህል ይፋቀሩ ነው። امام احمد رحمه الله تعالى رحمه واسعه امام الشافعي كموت بهلا عبد الله بن احمد عبد الله لجاچو يتيقاچوا يا ابي اباتي هو يلاچوا انت قولي امام الشافعيين بواط ادرغلت الله مندنو سو من هنا له يا بني قالوا امام احمد لجيو لجيو اني امام الشافعي والله اني جنازتي بهيوتي لا لاباتي لاناتي እና ለኢማሙ ሻፊዒ ዱዓ ሳላድርግ እጄን ወርታች መልሽዋል አቀብላል። ይሄን ያህል ነበር ፍቅራቸው የፍክራ የራይ ያስተሳሰብ ልዩነት ቢኖራቸው ሁለቱም ሙስሊሞች ናቸው ሁለቱም በአላህ መንገድ ላይ ነው የሚጓዙት። ያኒ ብዙ ወንድሞቻችን እንደሚናገሩት ጡታ እንዲሆንና የሚታለብበት አራት የተለያየ ይሆናል። ያ መሆኑ እስልምና ላይ ቀይሮ
በተለያየ አስተሳሰብ ወይንም ደግሞ በተለያየ እይታ ስለምናን ማይቱ ያንን ምንም ይቀይሩ ነገር የለም። በመሐከላችን የሆነ ማይና ትልቅዬ እንጻለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀምጦ የሆነ ላኢላሀ ኢላላህ የሚባል ትልቅዬ የተሰራ ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ነገር ልናስብ ይገባል። ያ ዲን ያ እስልምና የሚባል ነገር በመሐከላችን አለ። አላህ አለ በመሐከላችን። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዙት ይምጡ ትልቅዬ እስልምና አለ። ያ እስልምና በመሐከላችን ይያለ ልንጨጋጭ ልንነታረክ አይገባም ማለት ነው። ኢንሻአላህ የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ እናቆማለን። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ ኢንሻአላህ የአላህ ፍቃድ ከሆነ ምን እንደሚያጋጭን ወይንም ደግሞ በመጋጨታችን ምን ለውስ እንደምናደርግ የሚሉት ነገሮች ይዘን እንቀርባለን። هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Member tube.